السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلبتي الأعزاء، أسأل الله عز وجل بشهر رمضان المبارك هذا أن يجعله عليكم وعلى عوائلكم شهرا مباركا كريما إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يمن عليكم بالصحة والسلامة والعافية والأمن في هذه الظروف إن شاء الله تعالى، وأن يوفقني لخدمتكم. حبيت مجرد أنه أعمل فد فيديو معين حتى أسد الخلل اللي صاير في مسألة عملية إجراء التقرير، لأن هناك الكثير من الطلبة راسلوني عبر الموديل، وكذلك بعضهم عبر الفيسبوك أيضا، وكثير من التساؤلات، على الرغم من أنه أنا عديت منشور أعتقد أنه واضح إلى حد ما. بالنسبة لطلبة الرابع، التقارير لا بأس بها. بالنسبة لطلبة المرحلة الثانية، التقارير الحقيقة غير جيدة، ولذلك أحببت أنه أعمل هذا التقرير للمرحلتين. طبعا المرحلة الرابعة أيضا كثير من الطلبة أيضا عدوا التقرير بشكل غير مرضي، لذلك حبيت أنه أعمل هذا الفيديو لغرض توضيح بعض النقاط. المسألة وما فيها أنه التقرير هو كالتالي، أنه تعد لي تقرير مكون من ألف كلمة باللغة العربية. طبعا هذه الألف كلمة، على الرغم من أنه الرقم قد يعتبر كبير، ألف كلمة، إلا أنه في الحقيقة لو تجي تكتبها بالوورد راح تلقاها تصير صفحة واحدة، يسموها صفحة ونص، بالميت صفحتين، بالميت صفحتين. التقرير هو كالتالي، الفكرة من عنده هو كالتالي: تقرأ لي تقرير باللغة الإنجليزية. أي نوع من التقرير؟ بحث، مصدر معين، موضوع معين. بالنسبة للأحياء المجهرية، أن يكون عن الأحياء المجهرية. بالنسبة للتقانة، يكون عن موضوع التقانة. في بعض الأحيان قد يستطيع أنه صاحب التقانة على سبيل المثال يدمج مواضيع مختلفة، مواضيع كثيرة شتى حول التقانة الأحيائية. التقرير هو كالتالي: مكون التقرير من ألف كلمة باللغة العربية. ما يهمني الإنجليزي، الإنجليزي هو مجرد مصدر، ولكن اللي أريده من حضراتكم هو التالي. صراحة بعض الطلبة حاول يتذاكى على الموضوع، يعني اللي أنا أريده من عندك هو أنه تقرأ تقرير باللغة الإنجليزية، تفهم التقرير، بعد ذلك تقعد تترجم لي إياه. طيب ليش التعب هذا؟ لأنه أنا ما أريدك مجرد أنه تدخل لي على الموقع تسوي لي كوبي بيست وتدز لي إياه، وأنا أقدر أدور شتى المواضيع اللي أريدها. اللي أريده من عنده هو أنه أريد أشوف أنه الطالب قضى وقت معين بهذا التقرير ولا لا، هذه نقطة. افتهم محتوى لو لا، ايش قد مستوى الفهم اللي احتواه واللي تمكن من عنده. يعني لو كانت الظروف مثاليه وجيده وطلبت من عندكم هذا التقرير في الظروف الاعتياديه في الصف، لكان كل طالب عد لي التقرير باللغه الانجليزيه مثلا وقام شرح لي اياه لهذا التقرير امام زملائه. لانه شنو الفائده انه مجرد انه انت تسحب لي تقرير من الانترنت وتدز لي؟ أرجو الاهتمام بموضوع التقرير، لأنه التقرير راح يكون عليه درجة لا بأس بها، يعني التقرير راح يكون عليه درجة حقيقة يعني قد تكون كبيرة. لذلك أريد من حضراتكم الاهتمام بهذا الموضوع. طيب شلون راح أسوي التقرير؟ هو كالتالي: تبحث لي بالجوجل عن أي موقع معين، تدخل باللغة الإنجليزية طبعا البحث يتم، وتقرأ الموضوع، بعد ذلك تحاول الترجمة باللغة العربية بنصك. يعني مو ترجمة حرفية، يعني مو تدخل لي تسوي لي كوبي بيست وتودي لي جوجل ترانسليتر، وبعدين من جوجل ترانسليتر بالعربي تجيب لي كوبي بيست وتدز لي. اكيد اذا شفت انا الطالب هيك مسوي ما راح اعطيه درجة تقنعه ربما او درجة تفيده. ليش؟ لانه انا اريدك انت تهتم بالموضوع. لذلك تقرا لي كل فقرة، ترجم اياها بشكل جيد بحيث لما اقراها باللغة العربية افهمها، وبعدها تخلي لي الرابط، اللينك اللي انت اخذت من عند الموقع، حتى انا ازور الموقع واقراه باللغة الانجليزية واشوفه. طيب المسألة وما بيها أنه للأسف بعض الطلاب سوى دخل لي على مواقع عربي وسوى لي كوبي بيست ودز لي إياه، زين، وبنفس الوقت حتى يقول لي أنه يا ترى أنا هذا ما أخذه من إنجليزي، دخل لي على جوجل ترانسليتر وترجم لي إياه ودز لي إياه. طلاب، أنا طالب، أنا أستاذكم، مخلص في بريطانيا، عندي مقدرة باللغة الإنجليزية، لذلك أبسط شيء راح تسوي لي بتلاعب راح افهمه، راس راح اعرف ان هذا الطالب هذا اكو فد موضوع، اكو فد شيء خطا بالترجمه، راح اعرف. شلون راح اعرف؟ لانه الجوجل ترانسليتر يترجم لي ترجمه حرفيه وليست ترجمه معنى. زين، بالتالي راح تطلع لي الترجمه شلون الكردي لما يحكي مال انت هو هيك شيء. زين، فاني ما اريد من عندكم هذا الشيء، اريد من عندك تقرا. طيب شلون نسوي دكتور؟ شلون نعد؟ راح اخذكم انا بجوله وراح اراويكم شلون نسوي.
بس على سبيل المثال خلي ثاني اول شيء على المايكروسوفت، فتحت الصفحه اللي اريدها اللي هي اللي راح اكتب بيها. زين، اول شيء اكتب بيه هو الاسم، عفوا باللغه العربيه الاسم، راح تكتب لي اسمك الثلاثي مثلا محمد علي كاظم. زين، المرحله تكتب لي مثلا الرابع فرضا، الجروب تكتب لي مثلا اي، ما اريد خربطه، ما اريد انواع والوان وما ادري شنو هاي، مجرد انه نوع الخط تختار لي تايم نيوز، حجم الخط 12، هذا هو انتهى. كل البحث سوي لي تايم نيوز رقم 12، ما اريدك تخلي لي اطارات وما ادري شنو الوان وقوس قزح، كله ما اريد هذا الشيء. تكتب العنوان، وين تكتب العنوان اللي تريده. طيب شنو دكتور العنوان؟ العنوان انت تختاره، كل ما كان العنوان جيد كل ما كانت عليه درجه. الطالب اللي ما يكتب لي عنوان راح يطلع من عده درجه، الطالب اللي ما يكتب لي الف كلمه، طبعا لما اقول لك الف كلمه يعني الحد الادنى الف كلمه، طبعا مو تكتب لي 2000 كلمه تقول لي والله انت قلت الحد الادنى، لا يعني 1000 1005 1010 1020 1030 1050 اوكي ماكو مشكله، بس مو تكتب لي مثلا 80 كلمه، لا ما مقبول. مو تكتب لي مثلا 60 كلمة 600 كلمة او 800 كلمة او 300 كلمة، لا. ايش قد ما راح يكون يقل عن الالف كلمة راح انقصك عليه، لذلك لازم تهتم بالعدد. ايش قد ما راح يزيد عن الكلمات عن الالف، اذا كان اكثر من الف بحدود مثلا 50 كلمة، يعني باراجراف واحد تريد تكمل الجملة، تريد تكمل فهم الجملة، فتحتاج انه اكثر من الف، اوكي ماكو مشكلة. ضيف لي 1050 1060 1070 اوكي ماكو مشكله، بس مو 1000، اكثر من 1100 كلمه، مو اكثر من 1100 كلمه. طيب الان على سبيل المثال دكتور اريد موضوع، الموضوع انت تختاره، لانه كل ما كانت المواضيع جيده كل ما عليها درجه. خليت بعنوان عليها درجه، ايش قد ما كانت العنوان عليها درجه. شلون هي كتابه الموضوع، اختيار الموضوع، هل كان الموضوع انترستنج مثير للاهتمام، فكره حلوه انت جايبها، اوكي عليها درجه. لا والله الموضوع تعبان ويعني انا اشوفه مو انترستنج على سبيل المثال حسب تقييمي، اعطيك درجه عليه، بس مو مثل الطالب اللي جايب لي موضوع جيد وتعب عليه. زين، طيب الان على سبيل المثال انا اريد اختار موضوع. قبل ايام قريت انا هيك اعتقد على الفيسبوك او على احد القنوات التلفاز الاخباريه انه مكتشفين في نوع من انواع البكتيريا يستطيع هضم البلاستيك، طبعا وهذا فد شيء جدا بريك ثرو، قفزه علميه. ليش؟ لانه المخلفات البلاستيكيه تبقى الاف السنين، فحقيقه انا ما عندي اي معلومه عنها، والان استوني تذكرتها، فلذلك راح اكتب على سبيل المثال بلاستيك، عفوا اكتب الان بلاستيك ريسايكلينج، يعني عمليه تدوير البلاستيك باي. الآن طلعت لي عندي مواضيع هنا كثيرة، على سبيل المثال أدخل على أول واحد، طبعاً هذا المثال اللي ذكرته ما أريد أي طالب يسوي لي عليه، يعني أوكي صار عليه كروس، أي طالب يسوي لي عليه ما مقبول. طلع لي أنا ساعدنا إحنا اختارينا أول موضوع طبعاً يورو نيوز، قناة إخبارية، عدى هذا التقرير، أوكي التقرير seems interesting، يبدو أنه مثير للاهتمام، وهذا هو التقرير الآن عندنا. هذا هو التقرير بصور، تريد تخلي لي صور ماكو مشكلة. زين، نجي نقرأ الآن على سبيل المثال. أول شيء العنوان Discovery of Plastic Eating Bacteria Marks Breakthrough for Scientists، فشجع أكتب هنا أقول عفوا العنوان اكتشاف بكتيريا قادرة على هضم المواد البلاستيكية يشكل طفرة علمية من قبل العلماء. انتهى العنوان. اكتشاف بكتيريا قادرة على هضم المواد البلاستيكية يشكل
طفرة علمية من قبل العلماء. Discovery of plastic eating bacteria marks breakthrough for scientists. عفوا. اكتشاف بكتيريا قادرة على هضم مواد بلاستيكية يشكل طفرة علمية في مجال العلوم. في مجال العلوم. الآن هذا هو العنوان مالتي. اكتب الآن متن البحث. طيب الآن شلون دكتور أنا أترجمه؟ تقدر تترجم يعني أنت تقدر تستخدم مثلا على سبيل المثال ما تعرف بعض المعاني تقدر تترجمها عن طريق المواقع، تقدر تترجمها حتى عن طريق جوجل ترانسليت. بس ترجم إياها بشكل مرتب. Researchers in Germany have discovered a strain of bacteria capable of break down some form of plastic. العلماء في ألمانيا أو علماء ألمان علماء أو على سبيل المثال نكتب يعني حسب ترجمتك حسب صياغتك. أوكي تريد تصيغها عن طريق جوجل ترانسليتر ماكو مشكلة ما العلماء أو الباحثين الباحثين باعتبار ريسيرشر الباحثين في ألمانيا اكتشفوا سلالة من البكتيريا قادرة على هضم بعض المخلفات البلاستيكية The finding could provide a much needed recycling solution for toxic material. هذا الاكتشاف سيمثل طفرة في مجال التخلص أو في هذا الاكتشاف سيمثل طفرة في مجال أو عفوا شو خلنا نشوف بس شو the finding هذا الاكتشاف could provide يعني يشكل a much needed recycling solution okay. هذا الاكتشاف سيمثل حل أساسي لغرض التخلص من بعض المواد البلاستيكية السامة. اوكي انا خلصت هذه مثلا الجملة وهكذا ابدي الجملة ورا ما اخلص متن البحث. طبعا هذا متن البحث يكون مؤلف من ألف كلمة زين من ألف إلى 1100 ماكو مشكلة. بعد ما خلصت الألف والألف ومية شفت بكتب المصدر أروح وين هذا هو المصدر أخذ اللينك أسوي له كوبي الآن هذا أسوي له بيست الآن أكتب لك المصدر حتى أنا لما أجي أدخل على المصدر بعد اكتب محتوى المصدر محتوى المصدر اجي هذا كل احدده كوبي محتوى المصدر طيب بيست مجرد للترتيب احدده كله طيب مثل ما قلنا نوع الخط تايم نيوز حجم الخط 12 زين و بهذا الشكل وانتهى الامر يعني الان انتهى الامر. ايش قد عدد الكلمات الانجليزيه؟ ما يهمني الانجليزي انا ما يهمني مجرد انه اقراه انا يهمني يكون هذا متن البحث مكون من 1000 كلمه 1000 كلمه الى 1100 كلمه زين مو اقل من 1000 كلمه مو اقل من 1000 كلمه ويهمني انه اكو مصدر حتى لما اجي ادخل واتاكد انه هذا المصدر الطالب خذاه من عنده. الطالب اللي يدز لي بحث متكامل بدون مصدر ما اعتبره صحيح. ليش؟ لانه ما اعرف وانا منين جايبه. الفكره من البحث انه انت تقراه. الفكره من البحث انه انت تقراه وترجم لي. طيب دكتور انا ما عندي حاسبه شلون؟ زين؟ اوكي ما عندك حاسبه ماكو مشكله. جيب لك ورقه وقلم اكتب هذه المعلومات ادخل عن طريق الموبايل اكيد عندكم موبايلات زين؟ وعن طريق موقع الموبايل ترجم واكتب واكتب لي ألف كلمة هنا بورقة وقلم بعدين طق لهم صورة ودز لي اياهم. المصدر تخلي لي اللينك تكتب لي اللينك من المهم جدا ادخل على اللينك لازم تكتب لي اللينك زين ودز لي اياه ترفع لي عن طريق المودل مثل ما زملائكم سووا كثير من زملائكم ايضا سووا ماكو مشكلة.
ولكن أأكد هذا الكلام هنا ألف كلمة، رجاء ما أريد تذاكي، يعني مو مثلا تجيب لي مصدر باللغة العربية وتدز لي إياه كوبي بيست وتتوقع أنه أنا ما راح أقرأه. ما بيك حيل لا تسوي، مو يعني أنت ما مجبور ما تحصل درجة زين، بس لا تتعبني ولا تتعب روحك. ما تدز لي بحث مجرد أنه تدز لي بحث وهذا هو، هذا يعني ما راح يحسب. زين، اللي أريده من حضرتك أنه تسوي لي بحث متكامل بالشروط اللي أنا ذكرت لكم إياها. راح أترك الموديل مفتوح لمدة أسبوع كامل، صدقوني أنه هذا البحث ما يأخذ أكثر من يوم، يوم ونص، يومين بالكثير، يومين زين بالكثير يومين. فأنا راح أفتح لكم إياه لأسبوع كامل. راح يصير الآن فتحة التقرير، يعني الإعلان عن التقرير ربما راح يصدر أكثر من أسبوعين. زين، بالنسبة للطلاب اللي رفعوا التقرير ماكو مشكلة، أنا عدلت إعدادات المودل، أي طالب يقدر مرة ثانية يرفع. زين، وخلي يحذف التقرير السابق، رجاء يعني أحذف التقرير السابق وأرفع مكان التقرير. أتمنى أنه مسألة المودل، مسألة التقرير انتهينا من عدها، وأنا عديت هذا الفيديو حتى يعني توضح لكم الفكرة. فأتمنى إن شاء الله أنه أحدث لكم فكرة. بالنهاية أسأل الله عز وجل لكم التوفيق، وألتمسكم الدعاء لي ولوالدي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.